السسبنشن كينماتكس بعنوان الرول سنتر والجاكنج افكت. نبدأ الأول بالرول سنتر. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الانستنت سنتر وعرفنا ان هي النقطة اللي بيلف حواليها العجلة وهي بيحصل لها كونفرجين، وقلنا ان هي لو انا مديت خط من الابر اي ار خط كلونير واللور اي ار برضه خط كلونير هيتقاطع في النقطة، النقطة دي هي الانستنت سنتر. اما بقى الرول سنتر، لو انا مديت خط من الكونتاكت باتش لحد الانستنت سنتر هيتقاطع في نقطة مع الاكس بتاع السي جي، النقطة دي هي الرول سنتر بتاعتي. الاكس بتاع السي جي ده في الغالب بيبقى نص العربيه لو مفيش ايرورز. تمام. طيب ايه هي نقطه الرول سنتر دي؟ نقطه الرول سنتر دي هي النقطه اللي بيلف حواليها الشاسيه او اللي بيرول حواليها بقى الشاسيه. انا وانا داخل كورنر الشاسيه بيرول، بيحصل له رول انجل، فبيحصل رول انجل حوالين نقطه الرول سنتر دي. طيب هل ينفع اجيب الرول سنتر بطريقه تانية؟ انا هنا بجيبها من طريقه من انستنت سنتر ومن سي جي او الاكس بتاع السي جي. انا ممكن هنا لو عملت مثلا ميرور للعجله، عايز اجيب العجله الثانيه بتاعتي about النقطه دي او الاكس ده، فلان انا عندي كده، لو انا عندي العجله شمال وعندي عجله يمين، لو وهنا دي ليها انستنت سنتر ودي ليها انستنت سنتر برضه، فهمد الخط بتاعي من الكونتاكت باتش من العجله مثلا الشمال، ونفس الكلام الخط بتاع الكونتاكت باتش من العجله اليمين يتقاطع في نقطه، النقطه دي هي الرول سنتر بتاعتي. ارجع بقى كده، يبقى انا كده عندي طريقتين اجيب بيهم الرول سنتر، يا اما عجله واكس بتاع السي جي، يا اما العجلتين. ماشي. طيب برضو علشان تتخيل اكتر، تعالوا نتكلم فعلي بقى الشاسيه بيرول حوالين ايه. فعلي الشاسيه بيرول حوالين رول اكس. انا عندي رول سنتر قدام وعندي رول سنتر ورا، بمد منهم خط، الخط ده بيبقى الاكس، ده اللي بيرول حواليه العربيه او بيرول حواليه الشاسيه يعني. فانا اجي لو جيت مثلا بصيت على الفيديو ده، اتخيل كده بس معايا علشان تبقى الموضوع اوضح. بص الشاسيه بيرول ازاي حوالين الرول اكس. تمام. طيب اجي بقى اتكلم على نقطه تاني، وهي نقطه انا مكان الرول سنتر ده الاحسن انه يطلع لفوق ولا ينزل لتحت. هو طبعا الاحسن ان هو يتوازن، لان في سايد افكت طبعا، لان انا مثلا رفعته لفوق بيبقى ليه سايد افكت هو جاكنج افكت، ولو نزلته لتحت بيبقى فيه سايد افكت اللي هو ان انا هيحصل رول انجل كبيره، فبالتالي بحاول على قد ما اقدر ان انا اوازنه. طيب نيجي نتكلم الاول على ان انا لو رفعته بقى لفوق. تمام. لو جيت هنا عملت مارك اب واحده، انا هنا دلوقتي مثلا داخل كورنر بالاتجاه ده كده، فبالتالي عندي سنترفيوجال فورس بالمنظر ده كده. ماشي. احنا عارفين ان طبعا نتيجه السنترفيوجال فورس دي هي اللي بترول الشاسيه، فليه؟ علشان في مسافه بينها وبين الرول سنتر بتاعتي. مش احنا نقطه الرول سنتر دي اللي بيرول حواليها الشاسيه، فعملت مومنت. المومنت دي هي المومنت اوف رولينج. المومنت دي كل ما تكبر كل ما الرول انجل تكبر، وانا مش عايز ده، فانا احاول اقلل الهايت ده. لو انا مثلا سميت ده اتش، فانا احاول اقلل الهايت ده، يعني ارفع الرول سنتر بتاعتي لفوق. لو رفعتها لفوق يبقى انا قللت المومنت دي، فبالتالي انا قللت الرول انجل. بس ده طبعا ليه سايد افكت هنتكلم عنه في الجاكنج افكت او الجاكنج فورس. تمام. يعني انا كده لو نزلته لتحت انا بكبر المومنت اوف رولينج، بكبر الرول انجل، لو رفعته لفوق بقلل الرول انجل. يبقى انا هنا الاول هبدا اتكلم على علاقه الرول سنتر بالانستنت سنتر. لو الرول سنتر بتاعتي اترفعت لفوق، هلاقي ان الانستنت سنتر بتاعتي اترفعت معايا. كل ما تنزل لتحت كل ما الانستنت سنتر هتنزل معايا. لو نزلت تحت الارض برضه نفس الكلام، الاقي الانستنت سنتر نزلت معايا. طيب تعالوا نتكلم على الجاكنج فورس. ايه الجاكنج فورس دي؟ انا دلوقتي لو عندي لاتر فورس بالطريقه دي كده، انا هتكلم مثلا على العجله دي اللي هي اللي على اليمين دي، لو انا عندي لاتر فورس كده بالمنظر ده نتيجه الهايت بتاع الانستنت سنتر، فلاقي ان العجله مثلا يحصل لها مومنت كده، المومنت دي تتنقل على اللينكات بالمنظر ده كده، زي مومنت لوجيك جدا فيزيكال يعني. طيب الفورس، الاثنين فورس دي اللي على اللينكات هلاقيها بتتحلل كده وبتتحلل كده لفوق، لو جيت على اللور لينك هلاقيها بتتحلل كده وبتتحلل كده، يعني بتتحلل في اتجاه زد واتجاه واي.
الفورس اللي في اتجاه زد دي بقى دي اسمها الجاكنج فورس، هي دي بقى المشكله، دي بنحاول نقللها، دي بترفع الشاسيه. فانا مش عايز ده يحصل معايا، انا مش عايز ان الشاسيه بتاعي يترفع. طيب لو بقى يعني انا دلوقتي الرول سنتر بتاعتي دي لو تحت الارض، لو تحت الارض هلاقي ان المومنت دي اتعكست، فالمومنت دي اتعكست فهلاقي ان الشاسيه هلاقي ان بيحصل الشاسيه هو اللي بينزل لتحت، يعني الفورس دي بقت لتحت كده، تمام؟ فالجاكنج فورس مش بترفع الشاسيه بس، لا بتنزل الشاسيه على حسب مكان الرول سنتر فين. طيب مكان الرول سنتر فوق يبقى ترفع الشاسيه فوق، تحت تنزل الشاسيه لتحت. طيب كل ما ترفع كل ما الهايت ده يزيد، فكل ما المومنت دي تزيد، فبالتالي كل ما رفع الشاسيه يبقى اكبر. علشان كده ما بحاولش ان انا اكبر اللود سنتر قوي، وده طبعا بيبقى يعني معاه. انا دلوقتي ما بتكلمش على زوايا اللينكات، لان يعني زوايا اللينكات بتأثر. انا دلوقتي بتكلم ان انا مثبت زوايا اللينكات بالطريقه دي كده، لان انا في الكورنر بلاقي ان اصلا يعني انا الكلام اللي انا بقوله ده بقوله من المراجع، لكن بقى في الحقيقه انا في الكورنر يعني في المراجع ما بيجيلكش كيس ستادي بيقول لك في الكورنر بيحصل ايه. في الكورنر بقى بيحصل ان بتلاقي عجله لينكاتها زواياها اتغيرت، وعجله لينكاتها زواياها برضو اتغيرت. فنتيجه زوايا اللينكات دي الفورسز بتتنقل بطريقه مختلفه، بدل مثلا ما تلاقي ان الفورس دي هنا يعني في الاول لو هي بنفس الزوايا دي هتلاقي ان ده بيحصل، ساعتها بقى هتلاقي ان اللينكات دي زوايا مثلا هلاقي ان اللينكات دي بزوايا بتتغير، فالنسبة سنتر بينزل لتحت، فهلاقي ان الفورس مثلا بدل ما هي كانت بتنزل الشاسيه لا بقت بترفعها، او بدل ما هي كانت بترفع الشاسيه لا بقت تنزل. فانت لو رسمت رسمه زي دي تبدا بقى مثلا ايه تنزل الرول سنتر شويه كده مثلا، وتشوف الجاكنج فورس بتاعك هترفع الشاسيه ولا هتنزل الشاسيه، وعند انهي عجله بالظبط، وهكذا. وتشوف مثلا انا يعني مثلا وانت بتاخد كورنر، لو انت بتاخد كورنر في الاتجاه ده، يعني انا دلوقتي هاخد كورنر مثلا كده، لو انا باخد كورنر كده، فتاخد بالك ان العجله نفسها يعني العجله دي هتلاقي النيسان سنتر بتاعها اترفع كده، والعجله دي هتلاقي النيسان سنتر بتاعتها نزلت، يعني بقت اقل من النيسان سنتر اللي التاني كده، تمام؟ وتبدا تحلل في الحاله دي بالظبط الجيكنج فورس هتعمل ايه معاك، هترفع الشاسيه ولا هتنزل الشاسيه، تمام؟ هو الموضوع سهل ما فيهوش اي مشكله، بس ابقى عامل حساب الجيكنج فورس دي. ناخد بالنا هنا برضو ان الرول سنتر بتاعي برضو مكانه مش بيبقاش تحت، يعني ما بيبقاش بيتغير فوق وتحت بس، لا بيتغير كمان يمين وشمال في الكورنر زي ما انت شايف كده، تمام؟ طيب ده الكلام اللي بيقوله مرجع ملكي، هو نفس الكلام اللي انا بقوله بالظبط، بس هو مثبت كيس معينه، وكمان مش بيتكلم على الدبل وجبل سسبنشن، لان هو هنا بيتكلم على عموما ايه علاقه الانستنت سنتر بالرول سنتر، والانستنت سنتر بالجاكنج فورس. لكن انا اقدر اغير بقى واتجنب الجاكنج فورس دي عن طريق زوايا اللينكات بتاعتي على فكره، فده برضو بيبقى عامل تاني، فناخد بالنا من الموضوع ده.